بتاعه اوكي يبقى انا ممكن هثق فيه بسهوله. ده طبعا كلام خطأ، كلام غلط، احنا مش اي حد طبعا نثق فيه طيب. على منصات، لان الجرائم الفتره الاخيره بعد موضوع التوثيق ده، ودي نقطه بس عايزين نتكلم عنها مهمه جدا، ان الجرائم يا جماعه زادت بعد موضوع التوثيق، وخصوصا على فيسبوك، لان احنا عندنا ثقافه فيسبوك اكتر من فكره استخدام تويتر يعني. طيب ده يخليني اسال سؤال مهم جدا. في ناس مشاهير فنانين بعض منهم مش موثق الاكونت بتاعتهم، فهل ده معناه ان لو حد دلوقتي بابليك فيجر فعلا وعايز يوثق الاكونت بتاعته خلال الفتره دي لازم يدفع فلوس؟ طيب خلينا نقسم التوثيق لثلاث حاجات. في توثيق بيكون عن طريق الرابط الرسمي اللي مستخدم من فترة كبيرة جدا واللي كل الناس وثقت من خلاله، هنعرض برضه فيديو بيتكلم عنه. في توثيق تاني، التوثيق اللي هو بفلوس. طب احنا معانا، احنا انت محضر لنا فيديوهات عشان التوثيق، فخلينا كده استاذنكم تعرضوا لنا الفيديوهات نتفرج عليها دلوقتي عشان الكلام واحنا بنقوله يبقى الفيديو معانا. انت قلت لنا ان في ثلاث طرق، في طريقة ظاهرة دلوقتي قدامنا اهي، دي انهي طريقة؟ تمام، دي الطريقة الرسمية، دي الطريقة اللي من خلالها احنا هنا ده فيسبوك كتبنا فيرفاي فيسبوك اكونت جوجل عادي جدا. تمام، وعندنا اللينك بعد كده، اللينك ده احنا بنأكسس منه زي ما هيظهر هنا. حلو. طبعا احنا هنا بنقول ان احنا عندنا بعد ما هنأكسس في طبعا بتختار هل انت محتاج يكون صفحة ولا يعني ولا اكاونت شخصي. طبعا بنلاقي بعد كده ان احنا عندنا حاجتين مهمين جدا، وهم موضوع جواز السفر او البطاقة، او لو معانا رخصة قيادة، او معانا اي مستند او اي اثبات رسمي. تمام. يفضل يعني فيسبوك بيقبل بسهولة جدا جواز السفر. تمام. في حالة ان انا كنت public figure او استاهل ان انا يتوثق ليا من توثيق غير فلوس، طبيعي بدون اي فلوس وبدون اي حاجة، بدون اشتراك شهري ولا اي حاجة خالص. صحيح. عندنا بقى في لينكات مختلفة دي للأخبار، اللينكات دي بيكونوا خمس أخبار أو لحد ما ممكن يكونوا ثلاث أخبار في نفس الوقت، ممكن منصات ليا على مثلا حاجة زي أو يعني تشانلز ليا على تويتر، على تيك توك، على أي حاجة، وأبدأ إن أنا أغذي الطلب بتاعي اللي أنا بقدمه. حل. والطلب ده بطبيعة الحال بيبدأ إن هو يتراجع، وطبعا بيكون مرفق هنا في السبب اللي انا بقدم ليه عايز اتوثق، انا ليه محتاج اوثق، لان بيكون عندي سبب ما. حلو. بيتبحث دي الطلب ده. صحيح. ماشي. والطلب ده بالمناسبه خلينا نقول حاجه، ان علامه التوثيق الخاصه بي من المفترض ان هي دايمه، من المفترض ان هي دايمه، ومن المفترض ان هي بدون مقابل وبدون فلوس، وفي نفس الوقت بيكون ليها امتيازات اكتر من الاشتراك اللي بفلوس اللي ميتا بدات ان هي تكون بتدعمه يعني. حلو. طريقة تانية، نيجي للفيديو التاني. الفيديو التاني عندنا ده حصري للإعلاميين وما يتعلق كل العاملين في المجال الإعلامي. خلينا نقول هنا ان احنا يعني اي حد اعلامي شغال في المجال الإعلامي يقدر يعمل الطريقة دي، يقدر يستخدم ده. فيسبوك اعلنت ان هي هتغذي، يعني احنا هنا ممكن نبص طبعا طبعا الفيديو هنا احنا بنقول الحاجات اللي فيسبوك يعني كان معايا اللي كان حاططها. وهنا عندنا دي طبعا المفروض ان هي الفيتشرز الداخليه جواه. طبعا هنا هننزل شويه تحت. لو طبعا ده كان الترجمه، حاولت بس يعني علشان يعني انت عامل تفاصيل التفاصيل عشان الناس تبقى هنيجي هنا نبص ثانيه واحده على حاجه، وهنبص هنا على ايه. لو نوقف بس ثانيه واحده بعد اذنكم، ممكن نوقف ثانيه واحده الفيديو. هنا هنلاقي ان احنا عندنا كل المجالات الخاصة بالإعلام، يعني مواعيد، حرك مخرج، حرك صحفي، مذيع، حرك صحفي، كل المجالات، كل الفيلدز ممكن من خلالها ان انا هنا بختار وبحدد انا محتاج اقدم بصفتي ايه. وهنا طبعا بيكون مدعوم من المفترض ان انا المكان اللي انا شغال فيه بيكون بيوفر لي ايميل احترافي. يعني ايه ايميل احترافي؟ يعني مثلا حضرتك استاذه داليا، داليا@صدى البلد.com، حضرتك مثلا بتستخدم الايميل ده هنا اوكي كايميل رسمي لحضرتك، وبعد كده حضرتك بتزودي بعض الاخبار عنك. نفس الكلام برضه بختار اخبار موجوده عني، ولكن يعني هنا طبعا مفتوحه ان احنا ممكن نستخدم برضه اي حاجه. تمام. بلس ان احنا هنا بنقدم برضه موضوع جواز السفر، نكمل الفيديو بتاعنا. تمام. وبنقدم هنا، بس طبعا ده بيكون مدعوم اكتر خصوصا لو انا في المجال ده، مجال الاعلام، وهنا الموضوع بيكون محدد اكتر. تمام. فبالتاكيد
الناس اللي بتقدم ريكوستات في مجال الميديا من خلال الفيديو ده. ده بيبقى من السيتنجز بتاعت الفيسبوك عادي. صحيح صحيح. تمام. احنا هنا شارحين في البدايه خالص من ازاي نقدر ندخل عليه والبريفسي والبرايفسي وكل الحاجات المتعلقه بده. طيب عندنا ايه تالت؟ زي كده خلاص، ده الفيديو كده. تمام. ده الفيديو كده، ده التاني. تمام. التالت حاجه بقى، وللاسف يعني دي المتواجده مع الناس كلها حاليا، وهي موضوع التوثيق اللي بفلوس، اللي انا صراحه يعني ما حبيتش اعمل فيديو لولا انه بدا يكون يعني له استخدامات ممكن تكون مش افضل حاجه ولا الطف حاجه كمان. طيب احنا نوعي من ايه يا جماعه؟ خلي بالكم الاكونتات بتاعتكم، معلوماتكم، بياناتكم، ما تشاركش اي معلومات مع حد تلاقيه واخد علامه زرقاء، لان على فكره في كيسز كتير جدا وفي ناس كتير جدا بدات تشتكي من حاجه زي كده، ان بيحصل عندهم هاكينج عليهم بسبب النصب وامور الاحتيال دي كلها. طيب احنا طبعا يفضل ان احنا مش طريقه، لان اللي عايز يعمل ده بيعرف يوصل للطريقه بكل صحيح. تاكيد.